السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ حلوين صباح الورد على كل متابعين يا حبايب قلبي. ان شاء الله بنزل معاكم اليوم وصفة تحفة من احلى واجمل وصفات للحلو. طبعا هي وصفة قديمة جدا بس محبوبة، واعتقد ان كتير جدا اللي هيشوفها يتذكرها ويقوم يعملها على طول. دي على طريقتنا من 10 سنين، كانت الوصفة اللي على طول كل البيوت تعملها، وصفة الحلى الفول السوداني، زبدة الفول السوداني. خليكم معايا وتابعوا الوصفة. شوية عاملة ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيب قلبي الحلوين؟ يلا بداية الفيديو كده عايزة لايك 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 لايك، وإذا كنت أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى تنزلوا تحت الفيديو وتضغطوا على الزرار الأحمر وتضغطوا على تفعيل زر الجرس وشكل الجرس، اضغطوا عليه عشان كل جديد أنا أنزله يوصل لكم بإذن الله. وما تنسوش تعملوا لايك 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 إذا كان الفيديو عجبكم، الفيديو ما عجبكمش اعملوا الديسلايك. تعالوا بقى معايا هنا وخلونا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا عندي هنا دلوقتي طبعا الحلى القديم جدا جدا اللي الكل يحبه، اقدم حلى ونموت فيه، تمام؟ حلى زبده الفول السوداني. طبعا انا بصوا الحلى دوت رهيب قوي، واعتقد مفيش بيت ما بيعملهوش، وقديم قوي 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 قوي. عايزه تعملي حلى تك 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 هي زبده الفول السوداني، تمام كده؟ فانا طبعا كنت ناسيه بقالي فتره، لما جت صاحبتي كانت جايبه لي منها عشان تفكرني بيها، فكانت جايبه لي منهم برطمانات كتير، تمام كده؟ فامونتي حبيبتي اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو. فانا اتذكرت صراحه الحلى ده يعني منها، تمام؟ مفيش بيت بجد مفيش بيت ما كانش بيعمله يعني، تمام؟ وبالذات انا كنت متميزه فيه، يعني انا كنت متميزه فيه بجد. كنت انا بتعلمها مني، كنت متعلمها من اختي الكبيره ام روان. يلا تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل ايه؟ مكونات الحلقة ايه؟ حليب بارد، زبده فول السوداني البطله بتاعت الحلقه اصلا، علبه قشطه، نص كوبايه كده، نص علبه كريمه سائله اللي هي الكريمه الحمراء، نص كوبايه هنا، نص كوبايه هنا في بوله. ليه؟ عشان هقول لكم هنعمل فيها هنا حالا ايه. وعندي ثلاثه من المرس، ثلاثه مرس، وعندي باكيت بيتي بور، تمام؟ انا عندي هنا دول اول خطوه كده اللي هو الكريمه اللي هي السائله اللي هي العلبه الحمراء كده، دي هتحطي نصها، او لو قالب كبير حطي علبه كامله، يعني دي اكتر من علبه يعني. وهاخد هنا معلقتين سكر بودره اهي، واحده اتنين سكر بودره، وهعمل ايه فيهم؟ وهبدا ان انا افضل ايه اقلب فيهم كده، اخفقهم كويس جدا 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 مع بعض، تمام؟ يبقى دي كده حاجه خليناها على جنب. هنخش على الخطوه اللي بعدها، هحط هنا في بوله في جدر كده صغنن على نار او حمام مائي زي ما انت عايزه، انا هعملها على طول هنا مش بحتاج حمام مائي. هحط حوالي كوبايه من حليب السائل، تمام؟ على الحليب السائل هفتح المرس بتاعتي، المرس الكبيره الحجم الكبير، لو صغيره حطي سته، تمام؟ لو صغيره حطي من المرس سته. وتقدري بدل كوبايه الحليب دي حطي كوبايه كريمه حمراء، علبه من الكريمه الحمراء، تمام كده حبايبي؟ هديكوا خيار بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ عندي هنا دي وهي بتسيح كده مع بعضها، هبدا اني انا اخد القالب بتاعي. شوفوا سهله وسريعه ما بتاخدش منك اي شيء. هتفتحي ده، هتفتحي باكيت البسكوت، بس كده حطينا هنا باكيت كامل من بيتي بور اللي هو الكبير. طبعا انا حاطه باكيت واحد لان القالب صغنون، لو انت القالب كبير هتحتاجي اكتر، تمام؟ وعلى الباكيت ده كده زي ما انتم شايفين هحط حليب سائل، حليب سائل ساقع، تمام كده؟ هخليه لمده دقيقه واحده بس، بعد كده هبدا ان انا اقلب عشان اعملها زي عجينه وارضيه تحت، تمام؟ عقبال ما دي ما هتفك معايا في الحليب هتكون ديت باشت خالص، وارجع لكم نكمل الارضيه بتاعتنا. هتظلي بس كل شويه تتعملي كده،
تمام كده في الحليب. احتاجتي تاني حليب حطيه، ما احتاجتيش خلاص. تمام كده حبايبي، تمام كده هتطلعي شويه ونخليها كمان بتكمل بوشتها. بعد كده هنعجنها ونعملها ارضي. بس تعالوا معايا هنا اول اوريكم الكاكاو في النار بقى عامل ازاي عشان تكونوا فاهمين. ماشي معايا خطوه بخطوه. شايفين الحليب اهو بدا يسخن والكاكاو بتاعي بصوا تبدا ان هي بصي تفك معاكي كده، بصوا تبقى ميه اهي تمام كده. بصوا اول ما تبقى كده ابدأي بقى ان انت ايه هبصي الكاكاو تبدا ان هي تسيح بمعنى اصح. يعني انا عايزه اصور لك انك مش محتاجه تعمليها حمام شوكليت، تمام مش محتاجه خالص، هي كده هتتفك في الحليب او في الكريمه السائله اللي انت حطيتيها على النار. تمام جماعه كتير قوي بيقولوا لي صوتك واطي، انا مش شايفه ان انا صوتي واطي، مش شايفه خالص ان انا صوتي واطي، انا مش قادره اعلي عن كده، يعني انا حاسه ان انا بزعق اصلا. تمام اذا انتوا شايفين صوتي واطي اكيد شور مشكله في تليفوناتكم انتم، علوها من الجنب. ممكن تكونوا محتاجين فعلا تعالوا تليفونكم، اكيد اكيد، لان انا بسمع كويس جدا وحاسه ان انا علي صوتي اكتر من كده هزعج الناس، فواضح ان المشكله عندكم. امسكوا تليفونكم من الجنب كده في زرار بيعلي، اضغطوا عليه هيعلي الصوت. اهي بصوا هتبدا بقى تفكك كده خالص، هسيبها لغايه ما ايه ما تفك كده بقى وتبقى ايه يعني مفيش اي تكتلات خالص من الشوكولاته. تمام هنا بقى عندي البتاع ديت في ال بتاعتي، ارجع هنا تعالوا هنا بقى شايفين دي كده اهي كانك بتعجنيها اهي، بصي اهي كده كانك بتعجني عليها خالص. واذا احتاجت حليب هي كده خدت مننا حوالي كوبايه حليب على الباكيت، اعتقد هتحتاج تاني شويه. وهبدا ان انا برضو ايه اعجنها كده اهي، بصي تعجنيها خالص. هي دي طريقتها الاصليه يا بنات، هي دي طريقة حلى الفول السوداني الأصلي. طبقات والحاجات دي ده احنا بعد كده ألفنا فيها، لكن طريقتها الأصلية هي دي. أهي أول ما خليتيها بقى عجينة كده أهي، بصي عجينة بتتشكل معاكي، هتبدأي إن أنتي تبططيها في الإيه؟ القالب من تحت. تمام كده يبقى انا كده مقداري مظبوط الباكيت على القالب الصغير. انا عندي كتير من ولاد خالتي وبنات خالتي لما كنت انزل مصر كانوا يحبوا ان انا اعملها لهم، كنت باخد معايا حاجتي من هنا، كان ساعتها لسه مش منتشره الحاجات دي في مصر، هي زبده الفول السوداني الكلام ده كمان من زمان، يعني كان ابني لسه بيبي كان مولود الكلام ده ممكن من 11 سنه، فما كانتش منتشره الحاجات دي في مصر تقريبا، او لو موجوده يعني بيبقى صعب انك تلاقيها في اي ماركت تحت بيتك يعني. تمام كده انا عملت هي الارضيه بتاعتي خلاص، وعندي الكريمه بتاعت الوش اللي احنا هنرشها رشه بسيطه على الوش اهي جاهزه مع معلقه السكر. تعالوا بقى هنا بقى نرجع هنا الخطوه اللي بتاعه النص اهي، بصوا فككت خالص ازاي اهي، فككت وبدات تغلي. هتعملي هنا دلوقتي ايه؟ هتجيبي ديت زبده الفول السوداني، وفي الخشن انا عايزه الخشن دي الخشنة، ليه الخشنة؟ علشان يكون فيها بصوا كده بصوا كده حبيبات الفول السوداني ظاهرة، فاهميني؟ فأنا عايزاها الخشنة حبايبي مش عايزة الطرية. يلا هاخد بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم معلقة كبيرة قوي متروسة زي ما انتم شايفينها، التانية معلقتين كبار كده فول زبدة فول سوداني، وهقلبها كده خالص اخليها بقى تفكك مع الايه مع الحليب. ممكن تحطي واحده من دي جالاكسي ديت اللي هي فينها دارك الدارك دي، تمام
بس ديت مش يعني دي انا بحطها كده زياده، فاهميني؟ الطبيعي اللي احنا عملناه ده كده خلاص. انا هحط واحده من دي دارك، بس صباع واحد بس اهي، بس كده هقلبها لغايه ما تفك خالص اهي، تسيح معاها، وهنقلها احطها فين؟ على القالب ده. خليكم معايا لما دي تفكك كده. حبايب قلبي قلبناها وفككناها خلاص، بقت زي الفل تمام. ناقص احنا نحط ايه؟ القشطه بتاعتنا تمام. هحط معلقتين كبار من القشطه او نص علبه قشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده، وهتقلبي خالص بقى خلاص اهي الخليط بتاعك. وكده انت عملتي حلى المارس، حلى السنيكرز الاصلي القديم على اصوله، بس كده. الافتكاسات الجديده انسوها، هي دي الحلى المارس الاصلي. يلا تعالوا بقى نصب الخليط، تعالوا معايا. وبعد حبيب قلبي ما نقلناه كده، حطيناه بنحطه في الثلاجه لغايه ما يبرد تماما. بعد كده نبدا نرش عليه الكريمه اللي هي حطيناها على جنب مع معلقه السكر. ايه هترشيها رشه كده خفيفه يعني مش اكتر تمام. يعني حتى لو عايز تستغني عن الخطوه دي مفيش مشاكل، هي كده اصلا دمار تمام. بس احنا ايه، بما ان احنا بنعملها بالطريقه القديمه يبقى خلينا نمشي على اصولها. نحط هنا نص علبه الكريمه الحمراء السائله وعليها معلقتين السكر، وتقلبيهم حلو قوي كده. عايزه تحطي عليها معلقه جمر حطي، مش عايزه خلاص كده كده تمام قوي. وهتبداي بقى ان احنا نرشها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب قلبي بعد ما خلاص رشيناها هتبداي على فكره تقطعي على طول، عايزاها بس تهدى شويه من البروده وبعد كده تقطعي عادي. عايزه ترجعي التلاجه برده تاني عادي، تحتفظي بيها في التلاجه، بتغطيها بالاسترتش عشان وشها ما ينشفش او يجلد. وبتبصي جمالها الثلاث طبقات بسكوت مع الفنوس مع الكريمه تحفه. لكم قبل ما اشيل بقى وكده اوريكم ان هي مش محتاجه ان انت تسقعي بعد ما تحطي الكريمه دي، لان اوريدي هي لما تنزل عليها بتبقى عادي جميله جدا. بس قلت اوريكم ايه، اقص لكم حته واوريكم كمالها قد ايه هي جميله جدا، حتى من على الطرف كده بالمعلقه اهي. بصوا جمالها، شوفوا الطبقات مش داخله في بعض. واخدين بالكم طبقه البسكوت اللي تحت اللي عملناها بالحليب متماسكه ازاي وجميله. شايفين؟ بصوا بصوا رهيبه يا جماعه، رهيبه رهيبه رهيبه. بس انا كده بقى هحط عليها ايه، بصوا بقى انا كده حبيت بصراحه احط صوص الشوكليت، وحطيت صوص شوكليت عليها تمام اهي. بصوا جمالها يا ويلي، رهيبه رهيبه رهيبه. يلا بقى حبايبي لايك لايك لايك.